الرجاء يستعيد لاعبا بارزا في قمته امام الفتح. رجاوي ضمن تشكيلة الاسبوع لدوري الابطال. 7 غيابات وازنة للفتح امام الرجاء. جزائر يهاجم ياجور وحدراف ويعيدهما للمغرب. الشاكر نحن لا نعرف اليأس. تذاكر مجانية لجماهير الرجاء امام شبيبة القبائل. بعد قرابة عقد ونصف من الزمن الرجاء يفوز على ارضه. المكتب المسير يوضح خلاف الحافظ مع السلامية. رسالة مجموعات الرجاء. السلام عليكم وأهلا بكم في قناة رجاء الشعب. إذا كنت جديد وهذه أول مرة لك تشاهد في القناة فأدعوك للانضمام للعائلة الرجوية بالاشتراك بضغطك على زر الظاهر أمامك أسفل هذا الفيديو وتفعيل خاصية الجرس. أيضا إذا كنت من المتابعين القدامى أو الجدد أحتاج دعمكم لي فقط بخطوة صغيرة عبر ضغط على زر الإعجاب، مهم جدا لتشجيعنا. شكرا لكم مسبقا، هذا لكي نستمر في نشر فيديوهات بشكل يومي إن شاء الله. يستعيد جمال سلامي خدمات اللاعب الكاميروني فابريس نغا خلال مواجهة الفتح الرياضية، وبات بإمكان المدرب السلامي الاستعانة بخدمات اللاعب المذكور خلال المباراة المقبلة بعدما شفي من الإصابة التي غيبته عن الفريق الأخضر خلال المباراة الأخيرة. وغاب اللاعب نغا مواجهة الديربي الذي دمع النصور الخضر بالوداد، فضلا كونه لم يشارك في المواجهة التي استقبل خلالها زملاء اللاعب محسن متولي فريق شبيبة القبائل الجزائرية. وفتح غياب اللاعب نغا بسبب الإصابة أمام زميله عبد الجليل جبيرة ليصبح لاعبا أساسيا في مجموعة المدرب السلامية. ويواصل المدافع بدربان غياب عن الفريق الأخضر لعدم تعافي من الإصابة التي تعرض لها أمام الترجي، بالإضافة إلى محمود بن حليب المغضوب عليه من قبل الإدارة التقنية للفريق. أسدل الستار يوم أمس السبت على المباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي حقق خلالها الرجاء فوزا مهما على شبيبة القبائل الجزائرية. واختار موقع سوفا سكور العالمية المتخصص في إحصائيات مباراة كرة القدم سفيان الرحيمي مهاجم الرجاء ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من عصبة الأبطال الإفريقية. وجاء اختيار سفيان الرحيمي في التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباراة فريقه ضد شبيبة القبائل، ووقع خلال هدف وصنع الهدف لزميله بير مالونغو. يفتقد وليد الركراكي لخدمات 5 من أهم عناصره الأساسية عندما يحل ضيفا على الرجاء، وسيخوض فريق الفتح مباراة أمام الرجاء محروما من هدافه الكاميروني جان جوزيف كامبوس الذي سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن 3 أسابيع بسبب الإصابة. وإلى جانب كامبوس سيفتقد الركراكي خدمات كل من محمد سعود ومروان الوادني وكريم بن عريف وياسر غارسيا بسبب الإصابة. هاجم الجزائري نور الدين بن زكري مدرب ضمك السعودي كل من زكريا حدرف ومحسن ياجور لاعب فريقه بعد الهزيمة التي تلقاها أمام أبها بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 أمس السبت. وقال المدرب نور الدين زكري بعد الهزيمة إنه سيطلب من إدارة فريق ضمك بضخ دماء جديدة وتغيير جلد الفريق، وأشار إلى أنه سيدخل تغييرات على المجموعة بنسبة تقارب 90%. تغيير جذري للفريق في سوق انتقالات الشتوية التي تنطلق شهر يناير المقبل. وهاجم المدرب المذكور بنبرة غاضبة اللاعبين الأجانب في فريقه مؤكدا أنهم سيرحلون في الشهر المقبل، علما أن فريق ضمك يضم في صفوفه 6 لاعبين ليسوا سعوديين، ويتعلق الأمر بمحسن ياجور وزكريا حدرف إضافة إلى لاعب برازيلي وسنغالي وغيني وجزائرية. وباتت عودة لاعب الرجاء السابق لدور الاحتراف محسوم فيها، خاصة أن مسؤولي فريق ضمك بدأ مبكرا بضم لاعبين أجانب بجدد بعد أن تعاقد الفريق اليوم الأحد مع مهاجم أرجنتيني سيرجيو فيتور.
عبر الجوكر الرجاوي عبد الرحيم شاكر عن سعادته بخروج النصور الخضر منتصرين في قمة مغاربية أمام شبيبة القبائل، وأيضا بتمكنه حتى الآن بالتغطية على الفراغ الذي تركه العميد بدر بنون. وقال شاكر: كنا مطالبين بتحقيق نتيجة الفوز أمام فريق شبيبة القبائل الجزائر لمواصلة الضغط على المتزعمة الترجي التونسية والانفراد بالصف الثاني. الحمد لله حققنا انتصارا مهما واستراتيجيا على فريق قوي ومنظم يلعب كرة قدم حديثة، وقد حل بمدينة الدار البيضاء للبحث عن نتيجة إيجابية. طبقنا تعليمات المدرب وحاولنا الحفاظ على هدوئنا وعدم التأثر بالفرص التي ضاعت منا، وآمنا بحظوظنا في الفوز الذي تحقق في بداية الشوط الثاني حيث تمكننا من تسجيل هدفين. انتصار يبقى مستحقا وثمينا وسيشكل لا محالة حافزا لنا لخوض باقي المباريات هذه المجموعة بنفس الحماس والرغبة في انتصار. قبل أن نشغل تفكيرنا بمباراة أمام شبيبة القبائل برسم الجولة الرابعة والتي سيكون الفوز فيها أمر رائع لتأمين كل الحظوظ للتأهل لدور الربع النهاية، سنركز الآن على مؤجل البطولة أمام الفتح وأيضا على مباراتنا أمام مولودية الجزائر برسم ذهاب الربع النهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. سيستفيد جمهور الرجاء من 300 تذكرة مجانية في مباراة الإياب التي ستجمع النصور الخضر بفريق شبيبة القبائل الجزائرية برسم الجولة الرابعة من دور المجموعة دور عصبة الأبطال الإفريقية. وكان المكسب المسير لفريق الرجاء قد استجاب لطلب مسؤولي فريق شبيبة القبائل بمنحه 300 تذكرة مجانية من أصل 1000 تذكرة، خصصها مسؤول الرجاء للبيع لجماهير الفريق الجزائري للحضور للمباراة التي جمعت بينهما. وتعذر على بعض الجماهير شبيبة القبائل الولوج إلى ملعب مركب محمد الخامس لتشجيع فريقها بعدما نفدت التذاكر المجانية ولم تتمكن من شراء تذاكرها التي طرحها المكتب المسير للرجاء للبيع بأحد شبابيك محمد الخامس. وسيوزع مسؤول بعثة الرجاء 300 تذكرة على جماهير فريق ليبيا الجزائر، فيما سيتطر باقي الجماهير لاقتناء تذاكرها للولوج إلى ملعب المباراة لتشجيع النصر في مباراة الإياب قرر إجراءها في 10 من الشهر الجاري بميدان شبيبة القبائل. نجح فريق رجاء في تحقيق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الرابعة لمسابقة دور الأبطال إفريقيا، ويعد فوز الفريق الأخضر على شبيبة الأول للزملاء محسن متولي في دور المجموعة دور الأبطال على أرضية المركب الريادي محمد الخامس منذ قرابة عقد ونصف من الزمن، ويعود آخر انتصار لنصور الخضر في مرحلة المجموعات من المسابقة القارية إلى يوليوز من عام 2005 ضد إنيمبا النيجيري وبهدف النظيف وقعه حينها عبد اللطيف جريندو 10 دقائق قبل نهاية الزمن المباراة الأصلية. ومن غرائب الصدف أن فوز بطل كأس السوبر الإفريقي على إنيمبا كان برسم ثالث جولات المجموعة، لينتظر الرجاء الجولة الثالثة من دور المجموعة النسخة الجارية ليحقق فوزا غائبا عنه في المغرب منذ 14 عام ونصف العام. وبشكل فوز ممثل كرة القدم الوطنية في اللقاء، أول 30 نقاط يحصدها الفريق البيضاوي بالمغرب في نظام جديد للمسابقة المتمثل في توزيع الأندية خلال دور الثمن على 4 مجموعات عكس فوز 2005 حين كان الربع النهائي يتشكل من مجموعتين قبل أن يتغير بدءا من نسخة 2017. نفى سعيد وبن الناطق الرسمي للرجاء كل ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة خلاف عقد الإهلال حفيد لاعب فريق الأخضر مع مدربه جمال السلامية، وأكد أن ما حدث أمر جد عادي. وأوضح وهبي أن غضب الحافظ نابع من رغبته في الاستفادة من دقائق أكثر في اللعب يعد استعداداته لجاهزيته، وهذا أمر عادي في كرة القدم يحدث لأي لاعب. وأكد الناطق الرسمي للرجاء أن الأمور جيدة حاليا بالرجاء ولا يوجد أي خلاف بين اللاعب وجمال السلامي، مشيرا إلى أن الحافظ سيكون حاضرا في مباراة فريقه أمام الفتح الرباطية. وكان الحافظ قد شارك بديلا في مباراتي الرجاء أمام المغرب التطوانية وكذلك حسنية أكادير، ورفض اللاعب رسميا في الديربي أمام الوداد وشارك في الدقائق الأخيرة في المباراة، كما دخل بديلا في مباراة شبيبة القبائل. ويرجح أن يشارك اللاعب الرجاوي أساسيا في
المباراة أمام الفتح الرباطية في حال قرر جمال سلامي الاعتماد عليه في المباراة لمنح وقت أطول للاعب. يبدو أن الضفة الأخرى لم تستوعب جيدا مضامين تيفو الأخطبوط الفساد التي تطرق ولا ازدواجية المهام داخل الجامعة والعصبة، كذلك تناسي الفساد الداخلي ومحاولة محاربته قاريا. مع بداية الموسم الجديد استمرت الكورفا صوت في محاربة الطفيليات، وذلك عبر رسالة تشير لضرورة صعود وجه جديد مستقل كرئيس للعصبة الاحترافية. من جهة أخرى استنكار المعاملة الخاصة فيما يخص الأمور التأديبية انطلاقا من بطولات بطعم الجرار مرورا بامتيازات في برمجة وغيرها من ذلك، ووصولا للكفيل الذي يعمل على الرجوع بالكرة الوطنية لأيام المقايدة. لا يعقل أن تتهم فريقا آخر بالولاء لحزب ما وتاريخك ملطخ بمثل هذه الأمور، بل من مثار السخرية أن السيد الكفيل ينتمي للحزب المعلوم. تناقض صارخ يضعنا من جديد أمام الجمهور، يحفظ عود الفهم ويردد ما سمعه عن ظهر قلب تماما كالمغنية الصلعاء. شارك معنا بتوقعك الصحيح لمباراة فريقنا الغالي والفتح الرباطية، سأنشر أسماء أصحاب التوقعات الصحيحة في نشرة الغد.